good language. Yeah. لأنه هذا الموضوع ما بيعطي نتيجة بيحفر خنادق ما بيعمر بلد بيحفر خنادق ما بيعمر بلد بيأدي ومش موضوع منافسة يقول البعض أنه نحن بروح لنا ألف قتيل أخي مين قال لك بدنا نتنافس بالقتلة نحن بدنا نتنافس كيف بدنا نبني كيف بدنا نبني مستقبل لأولادنا مش بدنا نتنافس بعدد القتلة اللي بيروحوا بشوارع وأزقة بيروت وأزقة المنطقة يا أخوان نحن نفتح قلبنا ونفتح صدرنا ونمد أيدينا وندعو الجميع إلى طاولة الحوار لحل المشاكل. قضايا العرب إلى أين؟ عندكم أدبية يعني نحن مع كل مبادرة إيجابية يمكن أن توصل البلد إلى وفاق سياسي شرط أن لا نتخلى عن الثوابت وشرط أن تكون هناك مشاركة حقيقية في القرار السياسي وأن نصل إلى قانون انتخابات عصري وإلى انتخابات نيابية تحقق التمثيل الحقيقي الشامل للشعب والانصهار الوطني. على طول وعلى أبد وإن شاء الله لأي أكثر يوم بعمرنا نحن بيه نعم هم أصروا على الاعتصام أصروا على مواصلة الاعتصام وفي نفس الوقت سمعت بعض الأخبار اليوم أن المعارضة لا تريد أن تساعد في الوقت الحاضر وهي تفسح مجالات للحوار فأهلا وسهلا نحن جميع أبواب الحوار مفتوحة نحن مع الثلث الضامن نحن مع الثلث المشارك ولكن نحن ضد الثلث المعطل ولا يمكن أن نقبل بالثلث زائد واحد لأنه ثلث معطل